دمان إن أنا دراه ده وزير أدي وزارة ده وام باتنتين هاوشي بحد لهاد يمسؤولي دي ويند أي كاسو جيين أما لقاها فديي وكسو بحدين أنت إذن إن إذن دمان وعشير دون تامر والبباهين بدل ما تيجي وقاري دون إن شاء الله ومسان تاي وزير أدي وزارة ده إن ما أنتي معلمو وحي كوكا تا مكان بتاعي دولة الجلمدوك أي قوية بوهضي برشا ريال الجلمدوك أو كم بتاعها بلنغادية دي أي دولة دو قادي ميلا بضن يوايا بضن أو أنو سو تشوغني أي تاني كم بتاع وميلا أقوم بسا كم بتاع ولقا تشوابي وعاد دولة دا الجلمدوك بلنغادي وحبرشو وحبرش هذا اللغة جوابه باهك استا وحبرش ماشي كتير تاني اللغة جوابه وحبرشات هي سن ما أنت واحد شوقنا وزير كوزارة صدح سنة هي بلاك هروح إلى وذا جاي أردها وحكبرتها دمان دكان هذا قلمه إن يهين لباتن يتدوب كل أرضي هل كاسوحان كارغني إني سنقل من قلبدو أي نشيل تباهي وين وأن لجارين وأن لجش وابين ونسويسا هرنا بوجين قرشين أنا وكجرت سنهرب أورشاكي وعن كلا هذا نقرشيال يا دردر جلين هوشاس سيد الله سبحانه ما حد من أركي إني واحد الله صوب إني جمان تي أردادا حكبرتا لما قلبدو هركي ذكر الدوان إني هاي سقاشن يلا بكون أرضي مالين تاسي يبلغات كي يبوهي درود قلبه أي سماي سي هذا هو إن وين بارنت اللي جاتش وابي ملهين هالكاس وحال الجاري لكن وحال لنا وحال الجاري يقول وين ودنا عم حبر شذا وحال نور دمن إن بدن وحال رجينا هنا هنا هالكاس كان بقعدنا كسي صعرنا ولي فان الله فرق ما قدنا وزير أديك إياه وزير ده يدمان رنتي hayaanka ama geediga aan soo galnay arhaan wasaaradda waxbarashada waxa weeyaan wax la soo koobi karo ma aha waqtiga kooban iyo inta horumar laga sameeyay waxaana si wanaaga maanta ina halkan ku xarig jirnay xaruntii ama xafiiskii weynaa ee wasaaradda waxbarashada dawladda galmudug aan oo qayb kasta oo ka mid ah wasaaradaas xafiiska ku shaqeyn lahayd ku fakeri lahayd ku keenin lahayd halabuurkeeda ku sameyn lahayd shaqada ku bogan lahayd maanta ay u dhaadahay wasaaradda badan ayaa sida halkaan laga xusay horbaad u ogeydeen oo dhismay laakiin wasaaradda waxbarashada waxa ka mid ah wasaaradaha sida gaarka ah halbowlaha waa